هذه الدورة الرابعة عشرة للنسخة الرابعة عشرة لجائزة الحسن الثاني للبيئة كتختلف بواحد فواحد الجانب بعدد الترشيحات، لأن تقريبا 213 ترشيح أعلى عدد اللي شهدته هذه النسخ الفارضة. هذا مهم، وهذا كيعبر على الاهتمام ديال جميع الفاعلين، لا في ميدان الإعلام، لا في ميدان البحث العلمي والتقني، لا في ميدان في النشاط الجمعوي، ولا حتى في النشاط ديال الجماعات الترابية وما إلى ذلك، مثل الإدارة والشركات وما إلى ذلك. فهذا كيعبر بأن الاهتمام ديالهم كاملين ديال هاد الفاعلين في ميدان بميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.